الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، يقول المولى تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الأحباب، الناس معادن يظهرون وقت الأزمات، وهذا ما كان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يستغلون أزمة، كانوا لا يستغلون حاجة، إنما كانوا كما علمهم صلى الله عليه وسلم: البر والتقوى. ولو نظرنا إلى عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة، هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء إليه 700 جمل محملين بالطعام والثياب والزبيب والحبوب، وجاء إليه التجار من كل مكان وهم يعلمون حاجة الناس في المدينة إلى هذه القافلة، وخصوصا الضعفاء من المحتاجين، جاءوا إليه وأخذوا يساومونه على شرائها، وكلما قالوا له ثمنا قال لهم: أعطيت أكثر من هذا. كلما زادوا يقول لهم: أعطيت أكثر من هذا. قالوا له: لا يوجد في المدينة غيرنا، فمن الذي زادك ومن الذي أعطاك؟ قال لهم: زادني الله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أشهدكم وأشهد الله وملائكته أني قد جعلتها على فقراء المسلمين وعلى مساكين المسلمين صدقة لله لوجهه تبارك وتعالى. وأخذوا يوزعون، والناس يقولون: سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. يدعون له لأنه جبر بخاطرهم، ما استغل حاجتهم ليزيد الأموال، ليزيد الأرصدة، ما استغل الأمراض، وما استغل الضعفاء، وما استغل الأزمات، وما جاء بها واحتقرها لتزيد وتزيد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا الخاطئ، أي الآثم
الذي اعتاد المعصية. وفي رواية ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتقر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، وجعله الله سبحانه وتعالى جعل عظمه من نار يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السوق ورأى الناس يبتاعون فنادى وقال: يا معشر التجار. فرفعوا أعناقهم ووجهوا أبصارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن التجار يبعثوا يوم القيامة فجار إلا من اتقى الله وبر وصدق. والتاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، ويا لها من منقبة ويا لها من صحبة. إن الصحابة تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتاجروا بالأزمات، إنما كانوا ينصحون حتى في شرائهم للشيء لا يستغلون، لا يقول إنه صاحب حاجة ومضطر للبيع فسأنقصه من ثمنها. تعلموا الأمانة والصدق. جرير بن عبد الله رضي الله عنه يرسل غلامه إلى السوق ليشتري له فرسا، وكان هذا الغلام فطن، كان فطنا في البيع والشراء. اتفق مع صاحب الفرس على 300 درهم وجاء إلى جرير بن عبد الله رضي الله عنه. نظر جرير إلى الفرس قال له: أتبعها ب500؟ بعدما علم أنها ب300 درهم حتى أوصلها إلى 800 درهم، واغتاظ الغلام وقال: يا سيدي، لقد اتفقت معه على كذا ورضي. جرير بن عبد الله رضي الله عنه وجد أن الفرس تساوي أكثر من هذا المبلغ، وأن هذا الرجل قد يكون جاهلا بالبيع والشراء ولا يعرف قيمة هذا الشيء ولا ثمنه، فما استغل هذا. لماذا؟ لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. بعدما انصرف هذا الرجل وأخذ حقه قال الغلام: يا سيدي، لقد رضي بما اتفقنا عليه. قال: يا هذا، إن فرسه تساوي أكثر من هذا، ولو أنني أخذته بأقل من ذلك لخنت العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجال ما تاجروا بأزمات الناس وما استغلوا الظروف، لأنهم كانوا يتاجرون مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من أخذ ماله بحقه بارك الله له فيه، ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. لذلك على الإنسان أن يتقي الله في نفسه ويعلم أن المال في الدنيا متاع زائل، وأن هذا المال إذا كان جاء من وجه الحرام
يتسبب لصاحبه في العذاب الدائم يوم القيامة، الذي يتمنى أن يخرج كما قال مولانا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لذلك علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي أعماله. عثمان رضي الله عنه تاجر مع الله، لما جاء إليه 1000 بعير وأخذ التجار يساومونه، لكنهم جعلوا الدنيا في أيديهم ما جعلوها في قلوبهم. قال لهم: جعلتها صدقة لله على فقراء المسلمين، لا أبتغي بها درهما ولا دينارا، إنما أبتغي ثواب الله ورضاه، أو كما قال جل وعلا. بين الناس لجبرة خواطر أدركته عناية الله في جوف المخاطر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من أن يتهاونوا في أمور تتسبب لهم في عذاب شديد يوم القيامة. لذلك كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة إن الله سبحانه وتعالى يكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أمامه فتستقبله النار. قال صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منه أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصبر على حرها أو شرارها أو لهيبها. لذلك الإنسان المؤمن هو الذي يعامل الله، والإسلام يدعو إلى كسب الأخلاق قبل كسب الأموال. نسأل المولى تبارك وتعالى أن نكون من الذين يسلمون الرسول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على مصر صباً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوة